قال لي توقف تحفظي، كنت متزوج بهذه، الولد في كرش امه 3 أشهر. الاولى اللي تفكرته هو باش راح يعيش. قلت لي صدمه وكذا، نسويتيم في معك. انا سويتيم ما انا ما عنديش حرفه كبيره، انا شغل انا كان عندي الصيف شغل من نخدم كليماتيزير ولا ما نخدمش، ما عنديش حرفه عاجه نعرفها. طرق بس اخا ما بيغي هو العقل برك استاذ اسماعيل، نفسيتي ما تخلينيش والله نفكروا غير هو. ما انا كل شيء كنت تشوف زوجتي تقول لك ما ياكلش كاع على خمم في غيره. ضحكة وين؟ حاشاك لي كوش والحليب ما قدرتش نشري ونولي الناس يعاونوا فيه. ما الوالد تاعي مدير بصح ما قلت له والو. قال لي اللي تخصك راني هنا. بصح ما نقدرش نقول له، نقول له تبي تعيش عائله ما كاش منها، عندك عائله وزيد تعيش عائله. وخويا واحد اخر يقول لي رانا هنا، قلت له ما نقدرش. ولدي يقول لي جيبوا لنا احنا نربوا لك، قلت له ما نقدرش نتخلى على ولدي. اسكو عندكم نقابه يعني؟ نقابه اللي رحت لها ما دارت لي والو. نقابة الأساتذة، الأساتذة اللي معاك؟ أساتذة وين حضروا وقفوا معايا سنية ورقة، بصح وين النقابة ما دارت والو. جيتك على حاجة، المدير ما رسلش الأكاديمي ولا مديرية التربية باللي كاين بروبليم الأستاذ مع تلميذ هجته، خاطش هما يرسلوا لجنة تحقيق الليسي، أرواح الأستاذ ولا يعيطوا لي مديرية التربية، أرواح شكاين، فهمنا. ما لحقتني والو، أعطيته ورقة وين شتكاين أحداث قلت له طلعها، ما طلعهاش هذا المدير. كيف احنا ولد صرا حاجه في الليسي معناه تجيك ورقه من الاكاديمي ارسل لنا الاستاذ نهضروا على خشب لجنه المنازعات نهضروا مع شتكاين. انا رحت تلقائيا، ارسلني واحد من النقابه قال لي روح لجنه المنازعات نلقى الرئيس تاعها، نكمل غير نلقى الرئيس تاعها وين ما يشوفش فيا كاع، داير واحد الورقه كيما هاك. قلت له بين سقسيك، قلت له انتم ما درتوا لي توقيف تحفظي، قلت له هذه قانون. قلت له بصح كاينه ماده قانونيه، قلت له الماده القانونيه 499 من الامر 55166. قلت له هذه المادة اللي تقول لك كي يطول الحكم ما يجيش بالخط تاع المحكمة العليا، الموظف يرجع لخدمته حتى يحكموا عليه. يقيس لي غير تاع توقيت تحفظ، يقول لي اقرا غير هذه. نقول له صح شوف هذه ما ديهاش كاع فيا، خرجت. عاود مدير التربية نروح له 3 مرات. هو يستقبل بثلاثة، نهار ما استقبلنيش، وين ما نروح بالك يقولوا لي الاسم تاعي، يقولوا داو موقف ضدك؟ ما قالوا ما رسلوا لي جديد تاع لجنه النزاعات تقول لي اش كاين، هي يرسلوا لك كاين حاجه صرات كيما هذه كبيره، خاطش كاينه محكمه اداريه تفوت عند تفوت في المحكمه الاداريه. طيب استاذ اسماعيل في رايك هي علاش دارت هكذا التلميذه هذه؟ بالك السبب اللي قالته التلميذه هذيك